بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد. وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حين نجد ولقد نفهم أن هنا شبه قسم، وكأن هذا جواب القسم، فكأن الآية تقول: والذي يحلف به وهو الله. لقد آتينا موسى الكتاب، وحين نفهم أن الذي يقول هو الله وهو الذي يقسم، فنحن نعلم أن الحقائق يتوصل إليها بثلاثة أشياء: إما بإقرار صاحبها على نفسه، وإما بالشهادة من غيره عليه، وإما باليمين. وإما فحين يقول الله: والله لقد آتينا موسى الكتاب، يستوفي الله بذلك كل أركان تقرير الحقيقة. ولقد آتينا موسى الكتاب لا شك أنه التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، كأن الآيات السابقة تعرضت في الموقف من موسى وموقفهم من النبي الجديد الذي جاء خاتما للرسل كلها. يريد الله أن يبين موقفهم من الرسالات. عرفنا موقفهم من موسى وكيف كان غباء تعنتهم، وكيف كان بغاء تلكؤهم، وكيف أنهم كانوا يحاولون أن يبتعدوا عن تطبيق أي حكم بأي حيلة ولو كانت حيلة غباء. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يقول أنه أرسل موسى بالكتاب، ثم لم يترك الأمر هكذا، ولكنه قف بعده بالرسل. حين تسمع وقفينا يعني أتبعنا، أتبعنا بعضهم بعضا، جعلنا بعضهم خلف بعض. من قف الشيء، قف الشيء خلفه، قفوت فلانا أي صرت خلف إيه؟ خلف قفاه. يبقى ولقد قفينا أتبعنا، يعني لم نقف عند موسى وكتاب موسى، ولكننا أرسلنا أيضا رسلا وأنبياء ليذكروا ولينبهوا وليكونوا أسوة. قلنا إن كثرة الأنبياء لبني إسرائيل ليست شهادة لهم، لأنهم يقولون نحن أكثر الأمم أنبياء، وكأنهم يعتدون بذلك ليعتبروه فخرا لهم، ولكنهم في الواقع لم يفهموا أيضا من غباء الفهم ومن غباء الاستدلال. لماذا؟ لأن الأنبياء والرسل إنما يجيئون لإدراك البشرية في داءاتها، فكلما كثر الرسل والأنبياء دل على أن الداءات متأصلة، لم يكفي فيها طبيب واحد. لم يكفي فيها طبيب واحد، وليقطع الحجة في أنه واصل فيهم موكب هذه السماء، يعني لم يترك لهم فترة من غفلة. وقفينا من بعده بالرسل. فإذا نظرنا مثلا إلى يوشع، أشمويل، شمعون، داود، سليمان، شعية، مثلا أرمية، حزقيل، إلياس، إليسعى، يونس، زكريا، يحيى، موكب طويل، عيسى، كل دي رسل جاءت بعد موسى، رسل جاءت بعد موسى. كأنك إذا أردت أن تسيح بالرسل في الفترة تجد ما خلتش فترة من نبوة،
وأنا قلت لكم أنه يجب أن نعلم أن النبي مرسول أيضا، أن النبي مرسول أيضا، يعني مش جاي متطوع، بس فيه فرق بين رسول ونبي في الكلام العقدي، بمعنى أن النبي لا يأتي بتشريع ولكنه مرسول أيضا. ولذلك إيه؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يبقى هو إيه؟ النبي أيضا مرسول. يبقى فيه فرق في التقسيم العقدي بين رسول ونبي، إنما كلاهما مرسول، بس هذا مرسول بمنهج وهذا مرسول للأسوة بتطبيق المنهج، إنما الاثنين إيه؟ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. اللي أنا عدت منهم دول، منهم ما هو ربنا قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وآتينا جاء بألمع رسول، جاء بعد موسى عليه السلام ألمع رسول جاء. ولذلك جاء عيسى ليرد على المادية التي سيطرت على القوم، المادية التي سيطرت على القوم جعلتهم لا يعترفون إلا بالأمور المادية المحسة، كأن عقولهم أصبحت مغلقة من جهة الغيب. ولذلك قالوا أرنا الله إيه، وجاء لهم المن والسلوى رزق غيب كده، ما يعرفوش مصدره منين، قالوا لا مما تنبتوا الإيه، فكأن المادية إيه مسيطرة عليهم. فلما كانت المادية مسيطرة عليهم كان ولا بد أن يجيء رسول في كل تصرفاته أمر غيبي، هو مولدا بأمر غيبي، وموتا بأمر غيبي، ووفاة بأمر غيبي، وإعجازا بأمر غيبي. إذن كان بده ينقلهم نقلة، زي ما بيقولوا يعني عايزين نقلة عنيفة من المادية الطاغية دي إلى روحانية صرفة. فكان ولا بد أن يجيء عيسى عليه السلام بالمواصفات التي جاء بها عيسى، بالمواصفات التي جاء بها. أول أمر أن يأتي من غير الطريق المادي الذي ينشأ منه التكاثر، إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يخلع من أذهان خلقه أن الله يحكمه سبب، لأنه هو الذي يخلق السبب، وما دام هو الذي يخلق السبب حين يقدر على خلق السبب، ألا يقدر على أن يخلق من غير سبب؟ من هو اللي خلق السبب؟ يبقى إذن قلنا في قضية الخلق، في قضية الخلق أدار الله الخلق دورة تعجز العقول، علشان ما نفهمش أن السبب ده ضروري أنه يوجد، لأن احنا فهمنا أن التكاثر يأتي من زوجين، مش كده؟ فسبحان الذي خلق الإيه؟ الأزواج كلها. إياك أن تعتقد أن ذلك هو حكم عليك في غالبية أمورك، ولكنه ليس حكما يحكم الله. فالله يأتي بلا زوجين كما أتى بآدم، ويأتي بواحد زي ما جيب حواء، مش كده ولا لا؟ ويأتي من أنثى كما جيء عيسى، وتجتمع الذكورة والأنوثة وكل شيء، ولا يأتي الله بشيء. الله. ولا يأتي الله بشيء. هي لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكورا وإناثا، وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. مش لما تيجي الأسباب يبقى فرض على ربنا أنه يجيب لك، لا، علشان طلاقة القدرة. إذن فبنو إسرائيل قوم المادة استولت عليهم حتى أرادوا أن يجعلوا الله أمرا ماديا، أرنا الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لا بد من إيجاد لفتة للناحية الغيبية مش للناحية المادية، فيجيء ميلاده ليلفت الناس إلى هذه القضية، يجيء من أم بلا أب. إذن المسألة المادية انتهت خالص، المادية والزوجية والإخصاب والتلقيح انتهى كل إيه؟ انتهى كل ذلك. وقلنا سابقا أن الله أراد أن يكرم المرأة التي تجيء عليها هذه التجربة، المرأة التي تجيء عليها التجربة التي يريد الله بها أن يثبت طلاقته في التكوين،
وطلاقة قدرته في الإيجاد، يجيب امرأة علشان تنجب بلا رجل. هذه مسألة تعرضها إلى شيء كثير، يبقى لابد أن يهيئ هذه المرأة تهيئة تصلح للتجربة، حتى تعظم هي أمام نفسها ولا يخدش الحياء كبرياء عففها، ولا يهمها أن قال الناس فيها ما يقولون، لأنها مطمئنة إلى ما فعله ربها حين جاءت به من غير رجل. ولذلك جعل التجربة كما قلنا سابقا فيها هي شخصيا، لتقتنع هي قبل أن يقتنع المجتمع. ولذلك قلت لكم حينما تعرضنا إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أن الاصطفاء في ستين مريم كان باثنين، اصطفاء أول واصطفاء دوك، اصطفاء قيمي، إن الله اصطفاك وطهرك، وبعدين اصطفاك على إيه ما قالش، إنما في اصطفاك الثاني قال واصطفاك على نساء العالمين، فكأن الاصطفاء الثاني على مين؟ على نساء العالمين، يبقى أمر لا ينشأ لنساء العالمين، يعني ستلدين ميلادا يخالف نساء العالمين. هتلدي ميلاد يخالف، لأنني اصطفيتك وخصيتك أنت بالحكاية دي، أدي معنى الاصطفاء الثاني. فأنت ستلدين بدون إخصاب من ذكورة رجل، ولكن بكن التي يقولها الله. هذه الرفعة لماذا؟ لأن برضو رحمة الله تأبى أن فتاة تتهم من الناس في عفتها، تتهم من الناس في براءتها، فلا بد أن يجعل مناط التجربة بثمن، ثمن اصطفائي، يعني يديلها عوض كبير، لأن الله حين ينزع شيئا ظاهره النعمة في شيء إنما يعطي نعما إيه متعددة، لما يقولها كده اصطفاك، وبعدين هو اصطفاك على نساء العالمين، يبقى يجب أن نلحظ أنها ستختص بخصوصية لا توجد في نساء الإيه في نساء العالمين. وبعدين مش كده، وبعدين لما ربنا يشاء أن تلد مريم الرسول المقبل عشان يثبت به طلاقة القدرة، وعشان ينزع بني إسرائيل من ماديتهم، ما يجيبش كده الحمل وتولد على طول، لا، تمثل لها بشرا سويا، أنا ورسول ربك لأهب لك غلاما. يمكن لو ما كانش كده كانت تفتكر أن حد جه فرحها ولا حصلت حاجة. إذن المسألة، وبعدين تلتفت تلاقي اللي بيكلمها ده بأهب شيء مادة، هو تمثل لها بشرا، لانها لا يمكن ان يكلمها ولا يظل لها في صورتها الحقيقيه، ما دام تمثل لها بشر. وبعدين التفتت لقت البشر الماء قدامه بدون ان يخطو، بشر بيكلمها اهو، وبعدين شافت اللي بيكلمها ليه الماء من امامها دون خطوه منه، التفت ما لقتوش قدامه، مش مشي كده وراه، فعلمت ان ذلك امر ايه، امر غيب خالص. يوم لما يحصل لها عملية الحمل والميلاد تبقى هي مسألة. ولذلك كانت واثقة، قال لا اوعي تتكلمي لحد جه قال لك حاجة، فإما ايه ما البشر يعني بقولي اني مش هتكلم، اني مش متحتكلم ابدا. ليه؟ لان كلام مثلها لا يغني في مثل هذا الموقف. الله، كلام مثلها يغني في هذا الموقف؟ مش ممكن كلام مثلها يغني. قالت لا، اما فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيه، مش انا مش هتكلم، لان كلامي انما اللي هيتكلم اللي برضو على غير العاده لان يتكلم. فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيه، ضربه تانية علشان المساله الماديه اللي في نفوسهم، راح متكلم الصبي الله. ولذلك سيطرت كل امور الغيب في طلاقه القدره على سيدنا عيسى وعلى أمه، وجعلنا ابن مريم وأمه إيه؟ آيتين. إحنا جعلناهم إيه؟ آية. إحنا جعلناهم إيه؟ آية. يعني إيه عجيبة في العالم، هو وأمه. إذن كان ولا بد أن يجيء سيدنا عيسى إلى الوجود في بني إسرائيل وجودا خارقا لنظام الأسباب ونظام النواميس وقوانين التكوين والإخصاب والتكاثر، ليخلع من بني إسرائيل مسلية تسيطر المادية على نفوسهم ميلادا، مش كده؟ أيوة. ومعجزة في أنه ينفخ في برضه من الروح،
ولذلك هنا حقيقي شوف تلتفتوا للقرآن لما يلفتك إلى هذه المسألة يقول إيه؟ وقفينا من بعده بالرسل فيجيبهم إجمال. شوف أنا عديت في الأول كم واحد جايبهم إيه؟ إجمال. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. طب ما كلهم مؤيدين برضه ويجوا بكتبه ومؤيدين بروح القدس لجبريل يجيب له. قال لا ده جاب كنا روح القدس لأن مسألة الروح ستشيع في كل أمر عيسى ميلادا ومعجزة وحتى موتا. الله الروح كلها إيه سيد. ولذلك قالوا إن وأيدناه بروح القدس لأن جبريل لم يفارقه أبدا. جبريل لم يفارقه أبدا. هنا السبب إيه؟ السبب أنه جاء عن طريق غير مألوف وطبيعي للناس فيبقى معرض دائما إلى إلى الهم إلى الغمز إلى اللمز إلى الهجوم. فما لم يكن الوحي دائما في صحبته يجعل من مهابة القيوم عليه ما يصد الناس عنه ربما خارت بشريته ما خارت بشريته. ولذلك ما ولذلك ادي معنى وايدناه والكل مؤيد بروح القدس. انما ده بالخصوص عشان الموضوع بتاعه عشان الموضوع اللي هو الموضوع. ولذلك لما يجي برضه وبعد ذلك نحدث انه رفع الى السماء ولماذا ناخذها على انها عجيبه في ان مثلا انسان يرفعه الله ولسه ما ماتش وهيموت بعدين هو لن يتبرأ من الوفاه برضو حيتوفى كل حاجة. نقول له يا أخي هل كان ميلاده طبيعيا؟ لا سبحان الله. طب فإذا حدثت إن وفاته برضو غير طبيعية ما العجب في هذا؟ الله عجب العجب. اتسع ذهنك إلى أن يوجد من أم من دون أب خلاص. فإذا حدثت بأن الله رفعه لسه ما ماتش وحيبقى ينزل وبعدين يموت يبقى العجيبة في دي إيه؟ أنت صدقت العجيبة الإيه؟ الأولانية القوس العجيبة الأولانية صدقته يبقى إيه اللي يخليك تقف في الثاني؟ اللي يخليك تقف في الثاني إيه؟ إن كنت مؤمنا ومسلما ألم يصعد رسولك صلى الله عليه وسلم إلى السماء؟ صعد بشحمه ولحمه عال أول ونزل لنا بعدين؟ يبقى وجود حي من الأرض ليوجد في السماء أمر برضه وارد. الخلاف في الفترة دي قصيرة ودي طويلة. الخلاف في الفترة ما ينقضش في المبدأ. الله الله. الخلاف في الفترة ما ينقضش الايه؟ ما ينقضش المبدأ. وما تصدق اذا اردت ان الحديث بيقول يوشك ان ينزل ابن مريم حكما عدلا يعمل ايه؟ يقتل الخنزير ويكسر الصليب. مش كده بيقول ده حديث البخاري. ليه احنا نقب بقى ونقول لك لا دي مسألة مش اي مش يقول لك يا سيدي انت اتسع ظنك الى ان قدرة الله لا يعجزها شيء فصدق ما اتسعش انت حر. افهم كيف تفهم اذا قول الحق سبحانه وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا وآلهتنا خير ام ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه فجعلنا فيه ظاهرة طلاقة الأسباب وجعلناه مثلا لبني إسرائيل مثلا لهم علشان يفهمهم إن المادية اللي في راسكم دي لازم تخلعوها إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. شوف إزاي فكأنه حين خلقه على غير الطريقة التي يخلق بها الخلق ما يقولش يا رب أنت ليه ابتلتني البلاء ده وخلتني كده قال دي نعمة أبرزت بك وفيك قدرة من قدري وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. شوف ثم ترقى بنا الحق لنرتفع بمشيئة الله إلى فوق مسألة عيسى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ايه حكاية عيسى دي مسألة سهلة انا اخذ امين كنت اعمل ملكة الله الله وانه لعلم للساعة يعني علامة الايه للساعة. علامة للساعة فلا تمتر وانه لعلم للساعة فلا تمترن به واتبعوني هذا صراط الايه ولا يصدنكم الشيطان. كأن الله قد علم ان هذه مسألة تجد الشيطان فيها مجالا يصول ويقول فيها بالنسبة لعقول الناس
نقول له لا، خد فلكة القدرة عشان تلجم بها الشيطان. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم ايه؟ عدو. ولما جاء عيسى بالبين قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. فاتقوا الله. تعال، هل اختلفوا في مسألة عيسى وهو حي ام بعد غيبته؟ طب لما بيقول انا حاجة عشان ابين لكم الخلاف، يبقى اذا له اوبه لينهي هذا الخلاف الذي في شأنه. لان اشمعنى هذا الخلاف؟ قال لك لانه خلاف في القمة، يقول هو اله وهو ابن الله، دي خلاف في الايه؟ في القمة. ولذلك سيدنا عيسى صلى الله وسلم عليه وعلى نبينا اخذ بهذه المسألة المكانة الحقيقية اللي ايه؟ اللي تناسب اللي تليق به. أيوة. وتليق بامه الطاهرة البتول، تليق به وتليق بايه؟ تليق بامه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما تيجي بقى انت تبص كده تلاقي مثلا سيدنا عيسى في المسألة بيقول انا حبين لكم اللي اختلفتم فيه. يبقى مدام حيجي يبين لنا اللي اختلفنا فيه يبقى لازم له عودة ولا لا؟ يبقى اذا انه لعلم للساعة، يبقى اذا كلام ايه؟ يجي واحد يقول لك لا ده محمد، من المسلمون لك محمد وخاتم النبيين، هو عيسى لم يجاء بشرع جديد، ده انما جاء ليجعلهم يؤمنون بمحمد. ليؤمنوا ايه؟ وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل ايه؟ ويوم القيامة يكون عليهم ايه؟ شهيدة. ولذلك سيدنا عيسى كان له مواقف. يوم الميلاد كان عصيب، ايوه مش كده ولا لا؟ ايوه. ويوم ما قيل انه مات يوم عصيب، ويوم يلقى الله عصيب، بس العالمين على من ياتي ليه؟ ام قال لك وسلام عليه يوم ولد، لان ميلاده فيه ضجه، ويوم يموت برضه الموت بتاعه فيه ضجه. واحد يقول لك لا مات وما ماتش، واحد انقتل، واحد انصلب، واحد مش عارف ايه، برضه الضجه. كلمة سلام عليهم ولده يوم يموت يدل على أنه لم يمت صلبا، لأن لو مات صلبا ما يبقاش فيه سلام عليه يوم يموت. وبرضو كون اللي ربنا ذكر لنا أنه هيعاتبه في الآخرة، عتاب هو تقريع لمن قال فيه ما لا يرتضي سيدنا عيسى. أنت قلت للناس اتخذوني، اوعى تفتكر ان دي مسألة قضية ربنا بيحققها، فأنا ربنا عارف. ولذلك سيدنا عيسى راح جاي قال ان كنت قلته فقد علمته. لا انا ما ادخلش بالمطب ده، ان كنت قلته فقد علمته، يبقى معمولة عشان مين؟ عشان التقريع، تقريع اللي قالوا فيه ما لا يحبه ايه؟ يبقى فيه وسلام يوم يبعثوا حيا ولا لا؟ ما تفتكروش ان اي موقف من المواقف دي هيوجد له فيه غير الايه؟ غير السلام. فكون الجماعة اتباعه قالوا من صلب، هم انا اقولها هم معذورون في ان يفهموا الصلب، لأن الله عذرهم حين قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طب يا رب ما دام شبه لهم انه صلب، يبقى اللي بيقولوا انه صلب يبقى له عذر. سبحان الله. يبقى له عذر ولا لا؟ يبقى له عذر ولا لا؟ بيقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. ما دام يا رب شبه لهم، يبقى الذي قال محكوم بحكم ما شبه، وقال ده انصلب، بس لا عذر لهم بعد ان ياتي كتاب ليقول ما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله اليه. فكان يجب انهم يتلقفوا هذه علشان ايه؟ يفهموا مساله التشبيه دي مش على حقيقته، ويفهموا ايضا انه لو صلب لطعن فيما يقولون بانه اله وابن اله، لان الصلب قدره الصالب على المصلوب. فكيف ينقلب القادر مقدورا؟ كيف ينقلب القادر مقدورا؟ دي تطعن في انكم بتقول لا اله وابن اله، بقى خلق من خلق الله او خلق يقدرون على الله او ابن الاله عشان يمسكوه يكتفوه يصلبوه يدقوا فيه مسامير؟ كيف ينقلب ليكون مقدورا؟ اذا ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده ايه؟ بالرسل. واتينا عيسى ابن مريم البينات، ابراء الاكمه مش كده؟ والأبرص وإحياء الموتى، وأخبركم بما تأكلون وما تدخرون في إيه؟ في بيوتكم. بس هو ساعة ما بقى يعني العملي في عمليات يقول بإذن الله، وعمليات يمررها على أنه رسول، لأن مفهوم أنه مدام رسول ربنا يدي له حاجات خارقة للكون،
انما في حاجات بقى بتاعت الاحياء الموتى ديك من بتاعت ربنا يقول ايه باذن ايه لازم يقول باذن الله لازم ينبه على دي يقول بايه باذن الله باذن الله اذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول واتيناه البينات اي الامور البينه الواضحه على صدق دعواه او الامور البينات في المنهج التي توضح مغانا افعل ولا تفعل او هي من هنا ومن هنا يعني ما تقولش لها ناحية واحدة لا عمومية اللفظ الأداء في القرآن ما تنفيش المعنى ده حين تأخذ هذا الايه تأخذ هذا والزائد فيه عن بقية الرسل وأيدناه بروح القدس مع أن كل رسول وكل نبي بيؤيد بمين بروح القدس لماذا لما عرفنا سابقا من الأمور التي اكتنفت ميلاده عليه السلام ميلاده عليه السلام ومسألة رفعه إلى السماء عليه السلام وموقف خصومه من بني إسرائيل هذه كلها تفيد أن قول الله وأيدناه بروح القدس يدلك على أنك حين تجد عجيبا فيه خلقا أو غيبة أو أي شيء فقل إنه مؤيد بروح الايه بروح القدس. طيب وايدناه ايدناه يعني ان الايد والاد هي القوه وايدناه لقوي ايه فكان بشريته دون روح القدس يمكن كانت تخور فكان ولا بد ان ايه ان يؤيد في كل امر بمن بروح القدس روح القدس اللي هو من بقى اللي هو سيدنا جبريل. طبعا كلمه روح احنا كنا استوعبناها بحثا وقلنا ان الروح تأتي على معنيين. المعنى الأول أن ما بها حركة الإيه؟ الحياة. حركة الحياة. وبعدين قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نقول له طب هم أحياء ده بيخاطبهم أهو استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بيخاطب مين؟ بيخاطب أحياء الله. إذن هم إن لم يستمعوا ويستجيبوا ما يبقوش أحياء إذا دعاكم لما إيه يبقى أكنهم إن لم يستمعوا ويجيبوا وغيروا إيه أكن في حياة تانية بقى فكأن في حياة اللي هي تجعل المادة تبقى فيها حركة ودي الكافر والمؤمن فيها إيه سواء. لكن هل الحياة التي يعيشها الناس على إطلاقهم هي الحياة المطلوبة أم الحياة المطلوبة لله بمنهج الله فافعل ولا تفعل هي دي الحياة يبقى لها روح تانية. يبقى احنا قلنا فيه روح عشان تتحرك بها المادة الساكنة الآمدة وفيه روح تجري القيم تخلي الحركة مجدية وحركة مفيدة وحركة ايه نافعة يبقى دي اسمها الايه الروح. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى سمى القرآن الذي يأتي بالمنهج وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا روح يعني اللي ما ياخدش هذه الروح هيبقى بس حي زي الكفار وزي البتاع ما يبقاش عنده الحياة التانية. اذا فمراد القيم الايمانية ان نحيا حياة اخرى مش هي الحياة الايه او هي الحياة التي تخلع عليك حياة ابدية حياة تخلع عليك حياة ايه حياة ابدية يبقى ولذلك وسمى النازل به روح ولا لا نزل به الروح الامين. اذا كل ما يتصل بالمنهج فهو روح وما يأتي روح وما ينزل به روح كلها ايه ايدناه بروح الايه القدس. يعني ايه هي مرة قدس ومرة قدس زي قفل وقفل عنق وعنق يصح تنطعم الطهر كلها تفيد كلمة ايه الطهر التنزيه عن كل ما يعيب ويشين. ولذلك نقول القدوس يعني ايه القدوس يعني المطهر عن كل ما ايه ما يشين المطهر عن كل ما يشبهه بالبشر ذاتا وصفاتا وافعالا. نعم. وايدناه بروح الايه القدس. فكأنه بعد ما قال أنا يعني جي موسى بالكتاب وما تركناكوش هكذا بل قفينا إيه برسل وجئنا بالرسول اللامع الفاقع من بني إسرائيل. يمكن أنتوا لكم شبهة في محمد إنه ما جاش منكم إنما ده منين منكم. كان يجب بقى أن الرسول الفاقع ده اللي جاي بشكل عجيب ده عشان يبهر الكون المادي وينفضكم إلى مكون المادة ومن هو فوق المادة كان يجب أنكم
وجدنا عبرا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. كلمة لما تسمع أفكلما يعرف أن في عطف وفي استفهام. أكفرتم وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ أنتم جعلتم نفسكم المشرعين. لأن فائدة الرسول يأتي لماذا؟ عشان يشرع. فإذا كان هوى نفسكم هو اللي حيشرع، وكل رسول يأتي بما يخالفكم هواكم تقفون منه إما موقف التكذيب وإما أنكم تخلصوا منه إيه؟ وتقتلوه. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، ساعة ما تسمع تهوى ديا اعرف أن في المادة فيها فعلين، في هوى وهوية. هات المضارع من هوى يهوي، وهوية يهوى. شوف العكس اهو، هوية في الماضي بالكسر، مضارعها يبقى بالايه؟ بالفتح. يبقى هوية يهوى يعني اي احب واشتهى، اي احب واشتهى. وعشان تعرف ان المادة وان اختلفت فتح ماض وكسر مضارع في الساقط، وكسر ماض وفتح مضارع في المشتهى، يعرف ان المادة برضو ملتقية، لان ديك برضو هبوط، لان برضو اللي بتبع هواه يبقى بيهبط ولا مش بيهبط. يبقى لما نيجي نقول هوى يهوي بمعنى ايه؟ سقط وهبط تحت كده. وهوي يهوى بمعنى اشتهى، نقول له برضو المادة ملتقية، لان الذي يسير حسب ما يشتهيه لابد ان ايه؟ ان يسقط. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بالمنهج بياخد بايدنا عشان ما نسقطش، بياخد بايدنا يقول تعالوا ارتفعوا عشان ما عشان ايه؟ عشان ما تسقطوش. اذا المنهج جاء عشان يعصمني من ايه؟ من السقوط، من الهوي، من الهبوط. يبقى المعنى ايه؟ واحد. المعنى الاسرة المعنى كاد واحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ انما مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الفراش والذباب يتهافتوا ايه؟ عليه. خلاص؟ وانا اخذ بحجوزكم عن النار، مسككم من حزامكم من ورانا اشدكم عشان ما تجوش على الايه؟ ولكنكم تفلتون مني. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف التعبير. يبقى اذا المنهج جاي عشان يعصمنا من ايه؟ من الهوي، جاي يعصمنا من الايه؟ من السقوط. افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، هذا المضارع يبقى ماضيها ايه؟ هوية، يعني بما لا تشتهي، والمعنى ملتقي ولا لا؟ افكلك ما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم. معنى استكبر يعني اعطى نفسه كبرا ليس له. لان لو يقول لك كبر فلان كبر، وان كنت عايزه عظيم كبر فلان في نفوسنا، انما استكبر يعني عمل كبير وهو مش كبير. يا ريتكم صحيح اهل لانكم تكبروا، يا ريتكم اهل لانكم ايه؟ لو انتوا اهل اللي تكبروا كنتوا ما تكبرتوش. شوف العظمه، اللي عنده مقومات انه يتكبر ولا يتكبرش يبقى هو ده الكبير. الله، هو ده الايه؟ الكبير. هو ده الكبير. ادعيتم انكم ايه؟ ولستم. وما دام ادعيتوا انكم كبراء يبقى كيف ياتي واحد ليسفه منطقكم وياتي برساله جديده؟ والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل معكم بقيه حديثنا.